كون راني يعني غليت الماء وغسلت البطاطا تاعي وحطيتها، ونقول لكم يعني البطاطا كي ديروا الماء ما تزيدوش ديروا فوقها الماء بارد باش ما تجيناش البطاطا تاعنا مقرسله. لا فينيغريت اللي راني حنوجدها زاد 3 سنين تاع الثوم، يعني راني حنقطعهم نوريكم كيفاش نقطعوا الثوم قطع صغيره. علاش؟ باش انا حنديروا بها لا فينيغريت تاعنا، راني حنحضرها غير بزيت زيتون. حنا البطاطا كي غليناها نسرحقو يعني زيت الزيتون، نقول لكم زيت الزيتون تعطي بنه كبيره يعني في البطاطا المغليه. بسم الله. ونعصروا لها يعني هذيك الحبه تاع القارص مليح، وما نديروش الملح على خاطر البطاطا تاعنا غليناها بالملح، ونزيدو يعني رشه تاع المعدنوس. نكون نقي فيها وهي سخونه ما يلزمش نجوزو عليها الماء، نشمخو غير يدينا يعني غير بشويه، ولا درنا لها الماء يعني تجينا مقرسله. اليدين برك لي يتشمخو باش يعني نقدروا نقوا البطاطا تاعنا كي تكون سخونه. انا تاني عندي كوبي حنا البطاطا يعني انا قطعناها قطع صغار، ونقول لكم يعني هاد لا فينيغريت نخلوها يعني تشرب مليح في البطاطا تاعنا. شوفوا كيفاش يعني شربت كاع هذيك يعني لاصوص تاعها تاع لا فينيغريت، ونقول لكم يعني تجي واحد البنه فيها بعد ما تشرب. يعني وجيت يعني زوج حبات طوماطيش قطعتناهم قطع صغار يعني، وجدنا زوج حبات بيض غليناهم، وما ننساوش يعني الزيتون لازم يكون مرافق في البطاطا المغليه. هاي البطاطا بعد ما غليناها يعني شوفوا كيفاش هذيك الزيت ليش بعد ما شربت تجيب بنه كبيره فيها، وزدنا رافقناها بالبطراف يعني درنا له زيت زيتون والمعدنوس، وما نسيناش يعني تاني الزيتون، ونديروا له ديما البيض مغلي لازم يكون رافق هذه البطاطا المغليه. ونقول لكم هذا هي يعني الوصفه تاع اليوم اللي حضرتها معكم، ان شاء الله كانت عجبتكم، وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله.